طيب خلينا نسمع كمان اكتر من المغرب، وجهة النظر المغربيه. هيكون معانا الاستاذ حمزه شتاوي الصحفي بجريده هاس بريس المغربيه، هيكون معانا في السادسه. بدايه طبعا برحب بيك وعلى شاشه الاهلي في السادسه، وخليني ادخل معاك في الموضوع واسالك كده عن المقدمات المغربيه لمواجهه سوبر افريقيا اللي هتجمع بين النادي الاهلي ونادي نهضه بركان، وازاي في المغرب بتشوفوا اللقاء؟ اهلا بك زميلي احمد، اهلا كذلك بكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي المصري. اكيد لا حديث في الاوساط الرياضيه المغربيه وكذلك المصريه في الساعات الحاليه الا عن المباراه الكبيره، مباراه السوبر الافريقي هناك في الدوحه القطريه بين الاهلي المصري بطل دوري ابطال افريقيا في النسخه الماضيه وكذلك نهضه بركان. كما تفضلت اكيد فريق نهضه بركان صحيح على انه في السنوات او في هذا الموسم المباريات الماضيه نهضه بركان غير ليس هو نهضه بركان الموسم الماضي والموسم قبل الماضي، بركان الذي فاز بلقب الكونفدراليه. الامور اختلفت كثيرا هذا الموسم، الفريق يعاني الامرين داخل الدوري الاحترافي المغربي، تغيير كذلك على الاداره التقنيه بإقالة طارق السكيتيو وتعويضه بالمدرب بيدرو بن علي، فكلها عوامل ستؤثر دون ادنى شك عن فريق نهضه بركان. لكن هناك معطى ايجابي وايجابي جدا، هو انه فريق نهضه بركان يعلم جيدا انه فرصه الموسم وفرصه العمر له هذا الموسم من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه، حتى لا يخرج بخفي حنين، يخرج خالي الوفاض هذا الموسم. فريق نهضه بركان بعد الخروج المرير من دور المجموعات من الكونفدراليه اعتقد انه تعبئه كبيره وكبيره جدا من اداره النادي من المكتب المدير. انا يهمني اسمع من حضرتك يعني وجهه نظر، يعني بعد التالق في بطوله الكونفدراليه على وجه التحديد، انا مش بس بتكلم على مستوى البطولات المحليه، لكن نهضه بركان كان حاضر جدا في بطوله الكونفدراليه، من وجهه نظرك ايه اسباب التراجع الشديد جدا في مستوى نهضه بركان الموسم الحالي؟ اعتقد اولا نهضه بركان الموسم الحالي هو المشكله الاول والمشكلة المطروح هو انه بات من اللازم ان يغير الفريق الكثير من جلده في النقاط المقبل. معدل اعمار اللاعبين قد يكون من اكبر الفرق المغربيه اللي عندها معدل اعمار اللاعبين كبير جدا، نتحدث عن الهداف محسن ياجور 37 سنه، بكر الهلال 36 سنه، عمر النمساوي 33، زكريا حدراف 32 سنه، الحارس كذلك زهير العروبي، فنهايه جيل، فهذا الجيل سيواجه فريق الاهلي بمعنويات اعتبرها مرتفعه مرتفعه جدا. لماذا؟ لانه ان تكون نهايتك مع هذا النادي بتتويج بكاس السوبر وعلى حساب من؟ على حساب الاهلي المصري، فهذا معطى نفسي كبير جدا. وفي الاخير كما تفضلت انت بدايه، المباراه ستلعب 11 لاعب امام 11 لاعب، صحيح الاهلي المصري فريق كبير جدا، فريق بالتخصص، عنده المدرب مميز جدا للجنوب افريقي الموسيماني، فكلها معطيات. لكن حتى الاهلي يعاني الامرين، نعلم جيدا ونتابع الاهلي في الدوري المحلي لانه عنده بعض المشاكل على مستوى الخط الدفاعي، كذلك الاهلي يعاني من بعض المشاكل، بعض اللاعبين تراجع مستواهم في المباريات الماضيه، لكن رغم ذلك الفريق القاهري الكبير استطاع ان يتواجد في المربع الذهبي لدوري الابطال وامام فرق كبيره. فاعتقد زميلي احمد وانت خير العارفين انه هي لدينا المجموعه من المعطيات، لدينا مجموعه من الامور. طب يهمني اسمع برضه وجهه نظرك، يعني هل بتشوف انه تولي خوان بيدرو بن علي مسؤوليته كمدير فني للفريق، هل تقييمك ليه مع تولي المسؤوليه؟ يعني انا متابع طبعا ارقام نهضه بركان في الدوري المغربي، عنده مشاكل على مستوى التهديف، عنده مشاكل على مستوى استقبال الاهداف، بيعاني في معظم مبارياته. هل بتشوف انه خوان بيدرو في الفتره اللي تولى فيها المسؤوليه قدر على الاقل انه يعالج جزء من العيوب اللي ادت لتراجع المستوى؟ وهل بتشوف انه قدراته الفنيه تسمح له بقياده الفريق في مباراه مهمه جدا زي مباراه سوبر افريقيا امام النادي الاهلي؟ اكيد بيدرو بن علي ليست له تجربه افريقيه كبيره حتى نكون صرحاء مع انفسنا، فاول مباراه قاريه له لعبها مع نهضه بركان عندما تولى مهمه قياده الفريق، نتائجه مع الفريق لا تبشر حتى نكون واقعيين، ندع لغه الارقام هي التي تتحدث، ارقامه ضعيفه جدا والنتائج التي حققها في الدوري الاحترافي مع الفريق البركاني لا ترضي الانصار،
لكن اعتقد انه المدرب من خلال تصريحاته من خلال تحضيره اتجه الى الجانب الذهني وتعبئه اللاعبين ذهنيا من اجل الذهاب من اجل ربما احداث المفاجاه ان صح التعبير، لانه البركان يعاني هذا الموسم كثيرا امام احداث المفاجاه امام فريق الاهلي المصري. لكن صدقني عزيزي احمد، والذي يجب ان تعلمه الجماهير الاهلي والجماهير العربيه التي ستتابع المباراه بعين محايده، هو انه المباريات النهائيه تدوب فيها الفوارق، الفوارق توضع جانبا. صحيح الاهلي مرشح ربما على الورق، لكن نهضة بركان سيذهب سيقاتل، عنده كذلك لاعبين بتجربة كبيرة، نتحدث عن محسن ياجور هداف المسابقات القارية اللي حقق رقم قياسي كان مكتوب باسم حمزة اسمح لي، اذا يعني من وجهة نظرك اذا استطاع الاهلي تحجيم محسن ياجور، واعتقد كمان واحدة من مميزات اللي الاهلي بيتمتع بيها في مباراة زي دي وجود لاعب بقوة وبامكانيات بدر بانون، وبالتاكيد بدر لعب اثناء وجوده في الرجاء المغربي مع نهضة بركان، عارف اسلوب اللاعبين، عارف ازاي يتعامل معاهم. هل بتتوقع انه وجود بدر مع قدرة الاهلي على تحجيم محسن ياجور مثلا، هل بتشوف حد تاني ممكن يمثل خطورة على النادي الاهلي من وجهة نظرك؟ صحيح، انا اخي احمد يعني وبكل صراحه يعني احاول ان امر مرور الكرام على بعض الامور، سواء نقاط ضعف او نقاط قوه نهضه بركان، حفاظا على ربما سريه الفريق، يعني بكل صراحه نكون صراحة مع انفسنا. لكن تقييد ربما محسن ياجور الهداف الكبير الذي القادر على تسجيل من فرصه، اعتقد ليس هو تقييد الفريق ككل، فالفريق البركاني عنده لاعبين القادمين من الخلف، لاعبين سجلوا اهداف كثيره، لاعب كذلك عنده عمر النمساوي اللي مميز في الكرات الثابته. صحيح. سواء في العرضيات او الكرات المباشره، عنده كذلك الجميل ربما في نهضة بركان هو انه بيدرو بنالي عليه، واقول كرساله عبر قناه الاهلي، عليه ان يستثمر في خبره لاعبيه امام فريق مجرب كالاهلي المصري، عليه ان يستثمر في هذه الخبره القاريه التي يتوفر عليها تقريبا 60% من لاعبي الاهلي. واقول للاعبي نهضة بركان من هذا المنبر الجميل، اقول لهم انتم امام فرصه تاريخيه، وفريق الاهلي مع احترامنا للفريق القاهري الكبير الذي يعتبر ربما بعبع القاره السمراء، لكن لاعبين نهضة بركان امامهم فرصه، والفرصه لا تاتي دائما، لهذا تتويجهم بالسوبر الافريقي قد يصالحهم مع الجماهير بشكل كبير وكبير جدا، وكذلك قد نشاهد كذلك تحفيزات ماليه كبيره من اداره نهضة بركان. الفريق فريق رئيس الجامعه الملكيه المغربيه فوزي القجع، وما نتمناه صدقا مع الاخوه المصريين اللي تجمعنا بهم علاقات ود ومحبه كبيره وكبيره جدا. زميلي العزيز حمزه شتيوي صحفي بجريده هسبريس المغربيه، انا بشكرك بدايه طبعا على التواصل معنا.